طبعا في ناس هتسال عن اختيارات اللعيبه، فانا بختصر لك زي المدربين الاجانب اللي جم هنا واحترمناهم. احنا لا زلنا لحد النهارده بنعظم الاجانب، لكن احنا كوطنيين نشيل بعض ونعلي بعض يعني من بعيد لبعيد. في حاجات نفسيات لسه تعبانه شويه. فالمدربين الاجانب اللي موجود مكاني دلوقتي مدرب مصري لنادي منتخب او نادي، او مدربين المحترمين للانديه الاجانب لما يقول لك انت لعبتش فلان ليه؟ طب اخترت ليه؟ طب انت ما تقدرش تقول له. لكن كل الاحترام اللي انا هرد عليك هقول لك رؤيه فنيه، صح كده؟ لان انا بحترمك وهرد لان انت عارف انا عارف شغلي ايه. انا عارف في مواصفات لكل مركز بالنسبه لي، المنتخب غير النادي. المدافع الفلاني ده لما يجي انا بختاره لان عنده لازم فيه قوه ولازم بيلعب بالالتحام، لازم سرعات، لازم تغطيه. مش معنى ان هو اسمه كويس في جوه في الدوري بتاعنا بطولات افريقيا الانديه بتاعتنا يبقى انت هتلاقيه في نفس الشيء منتخب. فانا بقيس قياسات غير كل واحد ليه رؤيته، لان انا بتحمل مسؤوليه كلها انا وجهازي. فلما بشوف النهارده فلان تريزيجيه هو يقدر يقوم بالدور ده، ابراهيم ما يقدرش يقوم بالدور ده، امكانياته في الماتشات الدوليه هتبقى كذا. هي دي تحليلات رجاله، احنا مش يا كباتن او انا مش بخترع. لكن الكلام اللي انا بقوله ده ممكن تاخده وتكبره لو انا اجنبي، تقول كانك بتعمل دراسات بتدي محاضرات ناس تبقى يا شوف الراجل بيقول ايه، شوف عايزين نتعلم عايزين نعمل. لكن مصري وطني هنقعد نشكك فيه؟ يا عم اللي بتقوله ده انا مش بتاع ترندات. فانا بقول انا جاي اشتغل ولا اسم حسام ابراهيم هيزيد غير بفرحه الجماهير المصريه، وانتوا مصريين زيين، هو ده الاساس عندي. انا اسست ان انا جاي بعد ربنا ثم الناس اللي حاسه بالشعب، صحاب القرار، يعني مش عايز اقول صحاب القرار اللي هم فعلا حاسين بالشعب، فعلا فعلا الناس الكبار قوي اللي اعلى حاجه في الدوله عندهم ثقه فينا، وانا بحترمها وبقديها وهشتغل فيها لحد اخر اي حاجه صحه فيا انا وجهازي واللعيبه اللي موجوده اللي هي سلاح بعد ربنا. فاحنا عند حسن ظن الناس اللي اختارتنا، وهنشتغل مهما كان المسانده اللي اتمناها، مسانده كبيره للمنتخب، مش لحسام وابراهيم والجهاز، لا لمنتخب مصر العظيم اللي عنده 7 بطولات افريقيه، اللي عنده تاريخ،